هاد السنة هادي في أيام 29 و 30 مارس المؤسسة كتجدد اللقاء ديالها مع الجمهور المراكشي مراكش والجهة ديالها، وذلك عبر ورشات متعددة فيما يخص المجال الفني. هاد السنة هادي إن شاء الله نهار الجمعة 23 مارس غادي نقدموا نتاج أعمال ما نسميه ورشة صناع الأفلام. وهاد صناع الأفلام هم مجموعة من المدارس اللي كتشارك معنا في واحد وقت معين من السنة في صناعة فيلم، يعني أنه مجموعة من التلاميذ كيجيو المؤسسة تيكونوا مأطرين الخريجين ديال المؤسسة ديالنا، كيأطروهم لصناعة فيلم قصير. هذا الفيلم كيبدأ من مجرد الفكرة، كتابة السيناريو، أخذ الصوت والصورة إلى إخراج الفيلم. وتنقدموا هاد الافلام القصيره هذه، كنقدموهم في امسيه احتفاليه، وكتحضرها لجنه اللي كتحكم وتعطي تقييم هاد الاعمال الفنيه. وهذا الشيء كله هو لاجل انفتاح المؤسسه على المحيط ديالها الخارجي، ثم ان الناس ديال مراكش والتلاميذ ديال مراكش يستافدوا شويه من المؤسسه ومن الاعمال ديالها، واكتشفوا عوالم اخرى، عالم الفن، وياخذوا استراحه من الدراسه ديالهم.